اهلا بيكم، معايا فوميد. النهارده هنعمل اكله سهله جدا، مكوناتها متوفره في كل بيت وسريعه جدا. ميزتها ان هي بتخلص في وقت بسيط، وفي نفس الوقت هي وجبه مشبعه وغنيه جدا. هنعمل مكرونه، ممكن نقول عليها مكرونه بيتزا او بيتزا مكرونه، يعني زي ما احنا حابين، لان احنا بنستخدم فيها حشوه البيتزا تقريبا. يلا بينا نشوف وصفتنا مكوناتها ايه. اول حاجه هنحتاجها جزر. انا هنا استخدمت جزرتين متوسطين الحجم، بشرتهم. صدق انا استخدمت ربع كيلو. فلفل الوان انا استخدمت احمر واصفر، فلفله صغيره من كل لون. زيتون، ممكن زيتون اخضر وممكن زيتون اسود. وطبعا جبنه موتزاريلا. والمكرونه بتاعتنا يا اما الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، او ممكن نستخدم مكرونه عقل او مكرونه فرن. طاسه على نار متوسطه هنزود معلقه زيت، هنضيف السجق بتاعنا، احنا هنشوحه بس لحد ما يتغير لونه. هو متقطع قطع صغيره زي ما انتوا شايفين، فمش هياخد وقت معانا خالص. طبعا الصدق ده ممكن نبدله بسوسيس، وممكن نضيف الاتنين مع بعض. الوصفة دي ظريفة جدا لان هي مرنة، ممكن ليها بدايل كتير، ممكن نستخدم اي حاجة في الحشو بتاعتها. هنضيف الجزر على نار متوسطة، مش على نار هادية لسه، لان احنا مش عايزين الخضار اللي هنضيفه ينزل المية بتاعته. الجزر هنقلبه كويس قوي مع الصدوق، احنا عايزينه بس يدبل، مش عايزين اكتر من كده. الجزر بيدي طعم ظريف جدا للمكرونه، وطبعا قيمته الغذائيه عاليه قوي، خصوصا لو في اطفال هياكلوا منها هتعجبهم جدا جدا، لان هي طعمها ظريف وشبه البيتزا، وفي نفس الوقت مغذيه قوي. هنستغل ان في نفس الوقت هنجهز المية بتاعت المكرونة. هنضيف الفلفل الالوان ونقلب على نار برضو متوسطة الى عالية، علشان مش عايزين الفلفل ينزل المية بتاعته، عايزينه يفضل يقرمش معانا. ميزة الوصفة دهيت ان هي كل حاجة بنعملها مع بعض، الوقت اللي بنسلق فيه المكرونة هو نفس الوقت اللي بنحتاجه علشان نسوي الحشوة بتاعتنا. بنضيف المكرونه بتاعتنا لما الميه تغلي، وطبعا انا ما بحبش اضيف زي ما قلت لكم لميه المكرونه او سلق المكرونه اي حاجه غير الملح بس، لان هي مش محتاجه اكتر من كده. دايما ايدينا هتكون بتقلب الحشوه بتاعتنا عشان مش عايزينها تلزق مننا. اخر حاجه هنضيفها الزيتون، وهنقفل النار على طول. الزيتون مش بنضيفه ونسيب النار، علشان سهل ان هو يتهرى او يبقى طري قوي معانا. ممكن نضيف مشروم، بس المشروم اذا ضفناه بيكون بعد الجزر على طول او معاه في نفس الوقت. المكرونه بتاعتنا بعد ما اتسلقت انا ضفت لها هنا معلقه من وش اللبن او القشطه، لو مش متوفره ممكن نضيف معلقتين لبن كبار، او نضيف معلقه جبنه كريمي اي نوع احنا بنحبه، بيدي طعم غني جدا للمكرونه الاضافه دهيت. هنضيف بعد كده الحشوه بتاعتنا ونقلب كل الخليط مع بعض. سهله جدا، مش بتحتاج اي وقت خالص، في نص ساعه ممكن نكون مخلصينها كلها بالتسويه كمان. احنا ممكن نعمل المكرونه دهيت كصنف في الفطار في رمضان، او ممكن في السحور، مفيش مشكله. هحط لكم كل المكونات والمقادير اللي انا استخدمتها في الفيديو في صندوق الوصف. بنجهز البايركس بتاعنا وبندهنه اي مادة دهنية احنا نفضلها، ممكن زيت او سمنة او ممكن زبدة كمان، بس ندهنه كويس قوي علشان المكرونة ما تلزقش عندنا، عشان احنا لسه هندخلها الفرن.
اخر اضافة الجبنة الموتزاريلا، وهنضيفها بوفرة طبعا لان هي بتدي طعم رائع زيها زي باقي الجبن للمكرونة. هنحط البايركس بتاعنا في فرن مسخنينه قبل كده. المكرونة بتاخد من 10 دقايق لتلت ساعة حسب الفرن بتاعنا. مش محتاجين نسوي المكونات لان هي اصلا مستوية، احنا بس بنسيبها لحد ما وشها يحمر زي ما احنا شايفين معانا كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان شاء الله تجربوها والطعم يعجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.